ترشح للانتخابات البرلمانية؟ لا كده؟ في الأوضاع دي لا، ما إذا ما ظلت الأوضاع على هذا السوء لن أترشح، وده احتجاجا مش بس على من القوانين اللي طلعت اللي هي رأيها بتكفف منابع السياسة في مصر، وأيضا اعتراضا على القوى السياسية اللي اختلفت والمتصارعة واللي كل واحد فاكر نفسه هياخد الأغلبية ويشكل الحكومة ويرأس البرلمان ويساند السيسي. وبقول لهم بالتفرق ده خاب مسعاكم، ولا واحد فيكم هيعدي ولا ائتلاف فيكم هينجح غيركم خصوم هذا البلد وخصوم هذه الثورة. جاهزين أكتر منكم ماديا ولوجستيا على الأرض، جاهزين للانتخابات أكتر منكم، مش هتعدوا إلا إذا اتفقتم مع بعض في حلف، واعتبروا ده النداء الأخير قبل أن تقلع طائرة الوطن أو قبل أن تقلع طائرة الانتخابات.